صباح الخير عليكم. جو سوي لو دكتور جميله محمودي، مختصه في طب الاعصاب والعضلات. راح نتكلموا اليوم على الامراض المزمنه العصبيه، سواء لتقيس الجهاز العصبي المحيطي يعني لو سيستيم نيرفو بيريفيريك، والى الجهاز العصبي المركزي لو سنترال، والصيام. نعطيكم بعض الامثله فقط لان الوقت ما يسمحش. نبداو اولا باغيزومبل لا مالادي باركنسون. الانسان اللي عنده لا مرضي مرض باركنسون، يعني اللي عنده الرعشه هذيك، راه ممكن معظم الادويه اللي ياخذهم على الاقل 6 خطرات في اليوم. وحنا كما راكم عارفين رانا نصوموا هذا العام 14 ساعه ونفطروا 10 سوايع فقط. دونك الانسان هذا كيفاش يعني لوجيكمون كيفاش راح يقسم الدواء تاعو في 10 سوايع فقط، واليوم ياخذهم على 24 ساعه. اذا الانسان اللي عنده لا مالادي باركنسون ولازم ياخذ الدواء 6 خطرات، لازم ياخذ الدواء 6 خطرات. وبيان سور ناكد انه يرجع دائما للطبيب تاعو، هو اللي يقدر ينصحه. في معظم الحالات حنا نقول لهم ما تصوموش، ولكن المريض يصوم وبعد العيد يجينا في حاله كارثيه، يعني الرعشه تاعو راح تقوى، يبقى مكمش هكذا. وهنا بيان سور هذه ناتجه للصيام، ولانه ما خداش الدواء تاعو في الوقت اللازم. هذه بالنسبه لمرض باركنسون. ناخذوا باغ اكزومبل كذلك مرض مالادي دالزايمر. نعرفوا كامل بانه الانسان اللي عنده لا مالادي دالزايمر راه ينسى باللي صام، ينسى باللي لازم يصوم، ينسى باللي رمضان، ينسى باللي خدا الدواء، ينسى باللي ما خداش الدواء ايتترا. دونك هنا ما لازمش نصوموه. مالوغوزمون سيغتان فامي يقول لك للوقايه، سي فغي لا مالادي دالزايمر نقولوا مليحه، يعني الصيام مليح للوقايه تاع مالادي دالزايمر افون لانستالاسيون ديال لا مالادي. اون فوا لا مالادي انستالي خلاص، يعني ربي مسهلها علينا، الانسان هذا راه ينسى. كيفاش حبيتونا حنا نقولوا له صوم. دونك الانسان اللي عنده لا مالادي دالزايمر خاصه جينيرالمون سي دي جون كبار عندهم ادويه بزاف، دونك لازم نخليوهم، ما نقدروش نقولوا لهم صوموا درا علينا. هنا نوجهنا نداء للاولياء تاع اللي عندهم لا مالادي دالزايمر. ماتنو اذا كانت في البدايه وكان الانسان ما عندوش نسيان كثير وكان يقدر يصوم، هذيك يرجع للطبيب تاعو. لكن عنده مرض السكر ولا عنده مرض لاتونسيون، يرجع للطبيب تاعو هو اللي يوجهه. كذلك نقدروا نهضروا كذلك على لا مالادي لا ميستيني، اللي هي مرض يقيس لا بلاك موتريس، يعني يقيس الجهاز العصبي المحيطي، ماناش في لو سيستيم نيرفو سونترال. هنا الناس هادو مثاني كذلك عندهم في معظم الحالات ياخذوا دواء من 6 الى 8 خطرات في اليوم. دونك لوجيكمون امبوسيبل يقدر يقسموا على برك 10 سوايع تاع اللي نكونوا فاطرين فيهم. دونك الانسان اللي عنده لا ميستيني اللي نسموه بالعربيه الوهن العضلي، هنا كذلك لازم ياخذ الدواء تاعو كيما لازم الحال. ممكن كذلك نتكلموا على ليبيليبسي، وممكن نقولها لكم جوست في كلكو سكوند، لانه حين ممكن نتكلموا عليها في حصه اخرى. ليبيليبتيك باغ اكزومبل لما يكون ايكيليبري، لما يكون ليبيليبسي تاعو متوازنه، معناته عنده مده ما دارش لي كريز وياخذ دواء مره واحده في اليوم، هنا يرجع اونكور اون فوا الطبيب تاعو، هو اللي يعرف الملف تاعو، هو اللي يقدر ممكن يسمح له يصوم. لكن اذا كان ياخذ 2 خطرات والا 3 خطرات دواء في اليوم، امبوسيبل، هنا ما نقدروش نصوموا، خاصة نرجعوا دائما للمدة تاع الفعالية تاع الدواء، لأنه كل دواء عنده مدة فعالية تاعو، كاين مدة الفعالية تاعو 8، كاين 12 ساعة، كاين 24 ساعة. هنا أنكور نأكد أون فوا لازم يرجع للطبيب تاعو وهو اللي ممكن يوجهه. نشكركم وألا بروشان إن شاء الله.